كشف مدير الصناعة والمناجم بولاية جيجل على هامش اللقاء الذي جمع والي الولاية بالمستثمرين الجدد المستفيدين من المشاريع الاستثمارية المدعمة عن عدد الملفات التي تم استقبالها منذ 2011 إلى يومنا هذا، حيث بلغ 811 ملفا استثماريا تمت الموافقة على 137 في مختلف القطاعات كالسياحة الصناعة والفلاحة بتكلفة إجمالية فقط 75 مليار دينار جزائري، مشيرا في السياق إلى عدد الملفات التي في قيد الدراسة والمقدرة ب 220 منها 150 في قطاع السياحة، فيما تم رفض 454 ملفا لأسباب مختلفة كعدم توفر المساحات الأرضية المناسبة لتجسيدها. أيمن عبد الرحيم. 811 ملف استثمار على مستوى ولاية جيجل، تم الموافقة على 137 ملف مختلف القطاعات، فيه السياحة، فيه الصناعة الغذائية، فيه بوايلياجي بابي، فيه مختلف النقاط. عدد الملفات اللي راهي تنتظر باش نوصلوا فيها لغاية الساعة 220 ملف، منها 150 ملف على قطاع السياحة. أيضا بالنسبة للملفات اللي تم رفضها من طرف اللجنة الولائية هي 454 ملف.